إذن حول تطورات المعارك في الرقة، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من القامشلي العميد حسام العواق، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. مرحبا بك معنا عميد حسام. ما هي التطورات لديكم في معركة الرقة؟ اليوم سيطرتم على قرية يوجد فيها معسكر لتنظيم داعش سابقا، وأنباء اليوم مقتل البغدادي، هل أثرت على سير المعارك أم لا؟ تفضل. اولا تحيه لك وللمشاهدين. اليوم طبعا قوات سوريا الديمقراطيه تتقدم من كافه المحاور باتجاه مركز مدينه الرقه. قريه العكيرش كانت فيها معسكر في بدايه استيلاء التنظيم على الرقه، سماه اسامه بن لادن، معسكر اسامه بن لادن، ولكن بسبب خلافات مع النصره الغى التسميه وسماه معسكر الخليفة. طبعا العكيرش هي مركز نقل بترولي هام، يعني يوجد فيه صهاريج، يوجد فيه معدات كثيرة لنقل وتخزين البترول. تقع مدينة العكيرش على بعد 15 كيلومتر جنوب شرق الرقة بالقرب من نهر الفرات. أما بالنسبة لما يتعلق بمقتل أبو بكر البغدادي، طبعا إلى الآن لم يظهر. نحن بجهاز استخبارات في قوات سوريا الديمقراطية حدد موقعه طبعا منذ 8 أشهر بالفعل، يعني وبوجود طبعا عدد من الذين كانوا معه كحراس من أبناء دير الزور. ويعتبر نحن بالنسبة لنا، يعني تقصد أن معلومات مقتله لديكم قبل 8 أشهر، قتل قبل 8 أشهر؟ سلمنا طبعا، احنا وصلتنا هذه المعلومات منذ 8 أشهر، سلمناها لأصدقائنا في التحالف. أما فيما يتعلق نحن بالنسبة لنا، عدم وجود البغدادي وعدم ظهوره يعتبر بحكم المقتول طبعا. طيب بالنسبة هناك أنباء تتحدث عن أن عدد المقاتلين مقاتلي داعش المتشددين في مدينة الرقة بدأ يقل بشكل كبير بسبب تركيزهم على مناطق أخرى، وهم يعرفون أن معركة الرقة ستكون كمعركة الموصل تماما وسيهزمون بها. ما مدى صحة هذه المعلومات؟ التنظيم يتهاوى، يعني لا يوجد الآن قوة عسكرية بالنسبة لهم. ندخل، هم يعتمدون على السيارات المفخخة، يعتمدون على الأنفاق. نكتشف هذه الأنفاق بسبب يعني في كثير من أبناء الرقة سلموا أنفسهم، وكذلك بالنسبة من عناصر داعش المحتجزين يدلون بمعلومات عن هذه الأنفاق، والتنظيم الآن مهلهل. ونتوقع يعني في الايام القريبه القادمه ان ندخل احياء جديده، وخاصه الان نحن على تخوم عدد من الاحياء الجديده مثل حي تشرين، حي طبعا احياء في المدينه القديمه. سنصل بالقريب العاجل الى مركز المدينه ونعلن مدينه الرقه محرره. شكرا جزيلا للعميد حسام العواق، عضو الهيئه السياسيه لمجلس قوات سوريا الديمقراطيه، متحدثا الينا مباشره عبر الهاتف من القامشلي.